السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، معكم سكرتنا عبد الرضا معلمة العلوم من مؤسسة الشروق التعليمية الأهلية. أخذنا في الدرس السابق التلوث البيئي وأنواع التلوث، نأتي هنا إلى دراسة أثر التلوث في الكائنات الحية، وسنتعلم في هذا الدرس أن التلوث البيئي يسبب أضراراً للكائنات الحية، وهناك طرائق متنوعة لحماية البيئة من التلوث. الفكرة الرئيسية من هذا الموضوع: يؤثر تلوث البيئة في صحة الإنسان والحيوانات والنباتات، لذا يجب الحفاظ على البيئة من التلوث. لنتعرف على النظام البيئي. النظام البيئي هو مجموعة الكائنات الحية التي تعيش في بيئة معينة تربطها علاقات مع بعضها ومع المكونات الغير حية فيها، ويتميز النظام البيئي بالتوازن بين مكوناته. ما هو التوازن البيئي؟ التوازن البيئي هو الحفاظ على المكونات الحية وغير الحية. لكن عندي هنا تعليل يقول يمكن أن يحدث خلل في هذا التوازن البيئي. الإجابة: بسبب تلوث التربة والماء بالبكتيريا والفطريات يؤدي إلى تسمم الإنسان والحيوانات وإصابتها بالأمراض. 2- يؤدي طرح المخلفات الصناعية إصابة الإنسان والحيوانات بأمراض عديدة. 3- يسبب التدخين أمراضاً تنفسية كضيق التنفس والربو وأمراض القلب والسرطان. 4- دخان المصانع يؤدي إلى حدوث ظاهرة تسمى الاحتباس الحراري، وتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض أعلى من المعدل الطبيعي. سؤال: ما طرق حماية البيئة من التلوث؟ للحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع، ومن طرق حمايتها أولاً المحافظة على نظافة المكان الذي نعيش فيه كالبيت والمدرسة والمدينة. 2- زراعة الأشجار والنباتات الأخرى لتجميل البيئة وإنتاجها الأكسجين وتلطيف الجو. 3- التخلص من القمامة بطرق سليمة كوضعها في حاويات مغطاة أو أكياس مغلقة لمنع تجمع الحشرات وتكاثرها ونقل العدوى وعدم رميها في الشارع والحدائق العامة. 4- فصل النفايات ووضعها في حاويات مخصصة حسب نوع النفايات لإعادة استعمالها أو تدويرها. غسل الفواكه والخضروات قبل تناولها للتخلص من الملوثات والمواد العالقة بها. 6- ترشيد استهلاك الماء وموارد الطبيعة الأخرى وإعادة استعمالها والموارد المصنعة مثل المنظفات الكيميائية. 7- استعمال دراجات هوائية وأجهزة نقل عامة بدل من سيارات النقل الخاص للتقليل من الغازات الملوثة للهواء. نأتي إلى حل أسئلة مراجعة الدرس صفحة 146. السؤال الأول: ما أسباب التلوث البيئي؟ الجواب: أولاً تلوث التربة والماء بالبكتيريا والفطريات. 2- طرح المخلفات الصناعية. 3- التدخين. 4- دخان المصانع. السؤال الثاني: ماذا يسمى النظام الذي يحوي مكونات حية ومكونات غير حية تربطها علاقات مع بعضها البعض؟ الجواب: تسمى النظام البيئي. 3- ماذا يسمى وجود مكونات النظام البيئي الحية وبشكل متوازن؟ الإجابة: يسمى التوازن البيئي. اختر الإجابة الصحيحة. 6- العضو الأكثر تضرراً من جسم الإنسان نتيجة التدخين: ألف الجلد، باء الكلية، جيم الرئة، دال الأذن. الإجابة الصحيحة هي جيم الرئة. 7- بعض طرائق حماية البيئة ما عدا. عندي طرق حماية بيئة ما عدا واحدة غير لا تشمل طرق حماية البيئة، وهي: ألف زراعة الأشجار، باء إعادة التدوير، جيم ترشيد الاستهلاك، دال رمي النفايات. الإجابة هي دال رمي النفايات، حيث هي لا تكون من ضمن طرائق حماية البيئة.
نصل إلى حل أسئلة مراجعة الفصل صفحة 148. اكمل الجمل التالية بالكلمة المناسبة. 1. تعرض الهواء الجوي إلى تغير في مكوناته بشكل يؤدي إلى الأضرار بالكائنات الحية وتؤثر سلباً في البيئة يدعى تلوث الهواء. 2. الأضرار التي تصيب التربة فتغير من خصائصها بشكل يجعلها تؤثر سلباً في الكائنات الحية تدعى تلوث التربة. 3. أي تغير فيزيائي أو كيميائي في الماء يجعله غير صالح للشرب والاستعمالات الأخرى يؤثر سلباً في الكائنات الحية يدعى تلوث الماء. 4. إضافة مواد ضارة إلى البيئة يؤدي إلى تغير في خصائصها ويدعى بالإجابة هي التلوث البيئي. 5. المكان الذي تعيش فيه الكائنات الحية وترتبط بعلاقات متبادلة فيما بينها وبين مكوناته الغير حية تسمى النظام البيئي. 6. الحفاظ على مكونات النظام البيئي الحية وغير الحية بأعداد وكميات مناسبة متجددة يسمى التوازن البيئي. 7. ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض نتيجة سلوك الإنسان تجاه البيئة وزيادة كمية بعض الغازات في الجو يسمى الاحتباس الحراري. إلى هنا يأتي نهاية درسنا لهذا اليوم، مع تمنياتي لكم بالموفقية والنجاح.